أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة تغطياتنا الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة. نناقش فيها اليوم اعتراف جيش الاحتلال بأن المعركة صعبة للغاية وتساقط جنوده في غزة، فيما نقلت شبكة CNN تحذير البيت الأبيض لإسرائيل من تآكل الدعم المقدم لها مع اشتداد الغضب الدولي بسبب المعاناة الإنسانية في القطاع. نرحب مشاهدينا الكرام بضيوفنا الذين سيكونون معنا في هذه التغطية. معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، ومن الضفة الغربية عبر سكايب سينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور إسلام حلايقة، وسيكون كذلك معنا عبر سكايب من بيروت الكاتب والسياسي اللبناني وائل نجم فاصل، ومن ثم نبدأ التغطية. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية حول العدوان المستمر على قطاع غزة وآخر المستجدات بهذا الصدد. والبداية ستكون معك السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. يعني زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله يقول إن إيران لا تمارس الوصايا على الفصائل في لبنان أو فلسطين أو العراق، إلى ما يرمي نصر الله بهذا التصريح، وكيف تقرأ خطابه الذي لا يزال حاليا؟ السلام عليكم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. بدءا أترحم على أرواح شهداء معركة طوفان الأقصى، وأتمنى من الله تعالى أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وبالفرج على أهلنا في فلسطين المحتلة وفي غزة بالذات. الواضح أن الخطاب الذي أدلى به زعيم عصابة حزب الله حسن نصر الله إنما هو ضمن سلسلة الجعجعة الفارغة التي تعودناها طيلة عقود لهذا المحور، لأركان هذا المحور، محور مقاومة سليماني الذي لم يطلق رصاصة واحدة ضد العدو الأمريكي في العراق ولا ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وكل إجراءاته كانت لقتل الأبرياء في العراق وفي سوريا تحديدا وفي اليمن أيضا، وكانت هناك مشاغلات بسيطة دعائية لا ترقى إلى أي عمل حقيقي في جنوب لبنان. هذه هي قراءتي لخطاب حسن نصر الله، وهذا هو ما كتبته منذ أمس في توقعي للخطاب، وهذا هو الذي يجب أن يكون الفهم الشائع والسائد في أوساط المثقفين العرب وفي عموم الرأي العام العربي تجاه هذا الخطاب. نعم سيد مصطفى، كثيرون ممن تابعوا ولا يزالون يتابعون خطاب نصر الله تحدثوا عن فكرة مفادها أنه لم يأتي على توضيح إذا ما كان حزبه سيخوض معركة موسعة ضد الاحتلال بحيث يخفف عن جبهة غزة، وقالوا إنه اكتفى فقط بسرد الأحداث التي وقعت في غزة على مدار شهر، كما لو أنه نقل أخبارا بائتة ويعرفها القاصي والداني. على ماذا يدلل هذا حينما يقول العوام من الناس هذه الحقائق؟ على ماذا يدلل باعتقادكم؟ يدلل على أن الخطاب الذي يسمح به الآن لعناصر محور مقاومة سليماني سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان هو الخطاب المسموح به إيرانيا، وهو الخطاب الذي يخدم وجه إيران الدولة الذي تتعامل به طهران منذ 25 يوما أو منذ 26 يوما تحديدا على انطلاق هذه المعركة المباركة في ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. هذا الخطاب هو الخطاب الذي تسمح به إيران. أنا في أحاديث سابقة وفي العديد من المقالات تحدثت عن غياب كامل لوجه إيران الثورة وبروز تام لوجه إيران الدولة في هذه المرحلة. المسموح الآن به هو ما يتحدث به أو ما تحدث به حسن نصر الله
وما سمحت به وزارة الخارجية الإيرانية التي يعني جال وزيرها أمير حسين عبد اللهيان على أتباعه في دمشق وبغداد وبيروت ليحدد لهم الخطوات المسموح بها في هذه المرحلة، وليؤكد لهم أن الجعجعة التي كان يسمح بها خطاب إيران الثورة لم تعد مسموح بها في مسموح بها في هذه المرحلة على الإطلاق. هذه مرحلة التنديد والتحذير والاستنكار، ولا بأس ببعض المظاهرات، حتى هذه المظاهرات ممنوعة في سوريا بالمناسبة للاستنكار ما يحدث في غزة، ولكن الفعل ليس مسموحا به على الإطلاق، ولا يمكن أن تسمح به طهران في هذه المرحلة. ابقى معي سيد مصطفى كامل، ريثما انتقل بسؤالي الان الى ضيف الذي انضم الينا الان، الاكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، معنا من الضفه الغربيه الدكتور اسلام حلايقه. اهلا بك دكتور اسلام. كما تعلم، مجزره جديده على طريق الرشيد الساحلي تستهدف النازحين من مناطق شمال غزه الى الجنوب، حيث وعدهم الاحتلال او حيث اشاع الاحتلال فكره الامن وهي كاذبه كما يقول الفلسطينيون. أين وعود الاحتلال المفترضة وطلبه لهم بالخروج؟ كيف توصف ما يجري في ظل الأرقام المروعة لعدد الضحايا؟ هل السؤال لي أم لضيف آخر؟ أنا لم أسمع اسمي حقيقة في بداية السؤال. مرة ثانية، نتحدث عن فكرة نزوح المواطنين من مناطق الشمال في غزة إلى مناطق الجنوب التي وعدهم الاحتلال أنها ستكون آمنة، وفي طريقهم إلى الجنود أو إلى الجنوب قصف الكثير منهم، ما أدى إلى ارتكاب مجزرة جديدة على طريق الرشيد الساحلي. السؤال هنا، بعدما طلب الاحتلال وروج لفكرة الخروج باتجاه جنوب غزة، كيف توصف ما يجري في ظل الأرقام المروعة للضحايا؟ تفضل. يا سيدي، هذا انحطاط أخلاقي، انحطاط سياسي، هذا خروج عن القيم، عن الإنسانية، عن الدين، هذا كفر بالمنطق، بالقانون الدولي، هذا خروج عن حتى كونهم بشر. هذا انحطاط أخلاقي، أن تدعو الناس للذهاب إلى طرف معين ثم تقوم بقصف هذا الطرف. حقيقة هذه يعني يعجز اللسان عن وصف أو توصيف هذه الحالة. إذا قلنا مجازر فتبقى الكلمة صغيرة، إذا قلنا جرائم بحق الإنسانية تبقى الكلمة صغيرة، إذا قلنا جرائم ضد الإنسانية تبقى الكلمة صغيرة. هذا العدو، هذا المحتل الغاشم، خرج من ثوبه، خرج عن كل القيم والقوانين والأسس، وحتى عن كونه بشرا حقيقة. وحقيقة بالنسبة لي لست متفاجئا، لأنه كرر نفس الجريمة ونفس المجزرة أكثر من مرة خلال هذا العدوان منذ شهر، وهو يدك غزة ويكرر، يعني يخرج عن كل القوانين الإنسانية التي يمكن أن يتخيلها حقيقة بشر. بمعنى هؤلاء الناس الذين لم يلتزموا بعهدهم مع الله سبحانه وتعالى في 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 في, في عندما عاهدوها عهدا في ان يمشوا في حرب معينه، هؤلاء الناس الذين اخترقوا ما يزيد عن 1000 تقرير وقرار لمجلس الامن الدولي وللجمعيه العامه المتحده ولمنظمات حقوق الانسان ولمحكمه الجنايات الدوليه ومحكمه العدل الدوليه، ليس غريبا عليهم ان ينقضوا عهدا بالنسبه لهم يعتبرونه بسيطا. هؤلاء، هذه حكومة متعطشة للدماء، هذه حكومة خرجت عن صوابها بعد الضربات المؤلمة التي تلقتها، فلم تجد خاصرة ضعفة تفش إن صح التعبير أو تخرج غيظها وتصب حمم حقدها فيها إلا هؤلاء الضعفاء والمساكين والمدنيين والأطفال والنساء الذين يسترجلون عليهم. إن كنتم رجالا فأرونا ماذا تفعلون بالحرب البرية، لكن أن تصبوا جام غضبكم على مدنيين يسعون للحصول على مكان آمن، على لقمة من الخبز، أن يسعون للحصول إلى وجود لجوء إلى مبنى يحتمون به، أن تصبون كجام غضب عليهم. هذا ما حدث في مستشفى المعمداني، وهذا ما حدث في شوارع جنوب غزة، جنوب قطاع غزة، عندما طلبوا من الناس أن يذهبوا. ثم حتى مراسل الجزيرة والي دحدوح ينطبق عليه ما ينطبق على جميع المدنيين الذين غدر بهم. بمعنى وائل الدحدوح عائلته طلب منها أن تتحرك وأن تترك منزلها في الشمال وتتجه للجنوب، وقصفوها حتى في البيت الذي لجأت فيه في قطاع غزة. مع شديد الأسف لا يوجد مكان آمن، لا مسجد ولا كنيسة ولا جامعة ولا مدرسة للأونروا ولا حجر في غزة آمن. بمعنى الجميع مستهدف، كل ما يتحرك على الأرض
بالمعنى الحرفي يستهدفونه. نعم. هذا جنون، هذا خروج عن المنطق. تفضل. أرجو أن تبقى معي دكتور حلايقة وكذلك أستاذ مصطفى كامل، سأعود إليكم بعد قليل، متواصلون أكيد بهذه التغطية، لكن نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل. نواصل وإياكم أعزائنا المشاهدين هذه التغطية المخصصة لمستجدات الأحداث في قطاع غزة وما يعني تبع ذلك من تفاصيل هنا وهناك، نناقشها مجتمعة مع ضيوفي. معنا من الضفة الغربية الدكتور إسلام حلايقة الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، ومن بيروت المحلل السياسي اللبناني سيد وائل نجم، وعبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل. لعل سؤال وجهه إليك الآن ضيفي من بيروت أستاذ وائل، يعني هل ترتقي باعتقادكم كلمة نصر الله بالفعل لما يجري في غزة وهذا الخطاب العاطفي الذي دار وقتا طويلا في وقت تقصف غزة به وترتكب فيها شتى أشكال المجازر؟ تحية لك أولا ولضيوفك الكرام، وتحية موصولة لأهلنا الصابرين ولمجاهدين في قطاع غزة وعلى كل أرض فلسطين. أهلا بك. الحقيقة لم يكن عفوا لم يكن هناك أي توقع أن يكون خطاب أكثر من ذلك. نحن في بيروت هنا نتابع ما يجري في جبهة جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة، ونتابع أيضا ما يجري في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية، ولم نكن نتوقع من الخطاب الذي تقدم به اليوم أمين عام حزب الله أكثر مما قال. نكون ندرك طبعا ربما وجدان الناس وعاطفة الناس كانت تأمل أن يكون هناك خطابا أو أن يكون هناك خطاب لسيد نصر الله يعلن فيه فتح جبهة جنوب لبنان على مصراعيها والانخراط بشكل واسع وحرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. لكننا نحن كنا ندرك تماما أن سقف الخطاب الذي وسقف الحديث الذي سيجري لن يتجاوز ما تحدث به اليوم، ربما هو ختم قبل قليل من الآن الكلمة التي كان يلقيها بالحديث أن نعم. هذه الجبهة في جنوب لبنان لن تظل على هذه الوتيرة التي تعيشها منذ 27 يوما، ربما تتطور الأمور أكثر فيها، وهذا يرتبط بتقديري وكما قلت من اليوم الأول أنا في أكثر من مكان، يرتبط ارتباطا عضويا بالميدان الفلسطيني وما يجري فيه. نعم. سؤالي لك الآن سيد مصطفى، يعني سي ان ان عن مصدر دبلوماسي نقلت أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين سيدفع الاحتلال نحو الموافقة على وقف مؤقت للغارات المتواصلة ضد قطاع غزة، وذلك للسماح بوساطة. ما قيمة مثل هذه الهدنة بعد كل هذه الجرائم؟ هذا إذا حصلت الهدنة لمدة 12 ساعة لأغراض إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لا أكثر. لذا علينا أن لا نتوهم أو نتوقع عفوا لا نتوقع أمورا أكثر مما يجري. يعني حتى إذا وافق العدو الصهيوني على هدنة مؤقتة لمدة 12 ساعة وقد تتجدد في وقت لاحق هذه الساعات الـ12 لا نتوقع أن تكون هناك ضغوط أمريكية على العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار. كما قلت الأمور محدودة بهذا الحجم، والحقيقة يعني ما تحدث به الزميل الذي انضم إلينا قبل قليل من بيروت يعني حديث عجيب الحقيقة، في أننا لم نكن يعني أو أن البعض كان يتوقع
من ناحية عاطفية أن تكون هناك توسيع، أن يكون هناك توسيع للعمليات، أن يكون هناك فتح لجبهة جنوب لبنان. الحقيقة هذه أنا أسميها أوهام يجب أن يغادرها النخب، أن تغادرها هذا الخطاب يجب أن يغادره النخب السياسية العربية والمثقفين العرب، بل وحتى الرأي العام، رجل الشارع يجب أن يغادره. هو أصلا استيلاء قوات حسن نصر الله أو ميليشيات حسن نصر الله على جبهة جنوب لبنان، يعني الهدف الأساسي منذ البداية هو أن تكون هناك قوة فاصلة إيرانية تتحكم بمنطقة جنوب لبنان. مصطفى ولا مصطفى، فقط للتوضيح، سيد وائل نجم قدم استقراء لما يراه الكثير من اللبنانيين ولما كانوا يتوقعونه كسقف لكلمة نصر الله، ولم يعني يتبنى وجهة نظر، فقط للتوضيح. تفضل، لك أن تكمل. لم أقصد السيد وائل في أنه هو الذي تبنى هذا، أنا قلت ما طرحه من تعبير أنه هناك كانت مجاعر عاطفية تجاه عند البعض تجاه سقف الخطاب. يعني أنا هذا هو المقصود، ليس السيد وائل، وإنما الخطاب الذي نقله السيد وائل عن توقعات وتمنيات بعض الأشخاص في لبنان وفي خارج لبنان. بالمناسبة هو ليس في لبنان فقط هذه التوقعات أو هذه العواطف. نعم. أنا أريد أن أؤكد على قضية مهمة. الاستيلاء عصابة حزب الله وميليشياته على منطقة جنوب لبنان، الهدف الأساسي منها هو إيجاد قوة إيرانية فاصلة تمنع المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت منذ عقود تعمل تجاه العدو الصهيوني ويعني تلحق به خسائر جدية وتشتبك معه بشكل مباشر. حزب الله يمنع هذه القوى اللبنانية والقوى العربية والقوى الفلسطينية الموجودة في الأراضي اللبنانية من العمل. هذا يعني ساتر لمنع هذه القوى من الإضرار بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني عفوا، ومن الاشتباك مع العدو الصهيوني. دكتور إسلام، هذا هو الذي يجري. دكتور إسلام، سأعود إليك دكتور أستاذ مصطفى، أرجو أن تبقى معي، لكن أوجه السؤال الآن إلى دكتور إسلام حلايقة، ضيفي من الضفة الغربية. يعني تحول المواجهات بين المقاومة والاحتلال إلى المسافة صفر دكتور إسلام، وهذه الخسائر لدى الاحتلال الصهيوني على الأرض إلى أي مدى ستكون يعني مؤسسة لمرحلة فاصلة من عمر هذا العدوان؟ شخصيا وفقا لهذه المعطيات المقدمة أعتقد أن الحرب لن تطول، بمعنى عندما كان العدو يحتمي بالسماء ويمطر أهلها بالصواريخ وهو في مأمن، كان لا يشعر حقيقة بضغوطات حقيقية عليه. لكن عندما نرى هذه النماذج الحقيقة التي يقف الإنسان عاجزا عن وصفها من التضحية والبطولة، يعني عندما يتسلل مقاوم أعزل وبملابس نوم كما شاهدنا في بعض الفيديوهات، ويصل بنفسه إلى دبابة تكلف ملايين الدولارات ويتمكن من القضاء عليها بهذا القدر من الأريحية والطمأنينة والشعور السكينة، حقيقة هذا نوع من المقاتلين لا يمكن أن يهزم. لهذا السبب أعتقد أن بعد الخسائر الفادحة التي تلقاها العدو في أرض المعركة لن يتمكن من الإكمال، ربما بهذا الاستقراء الشخصي أن المعركة ربما في 5 إلى 7 أيام قد ربما وضعت اللمسات الأخيرة إن صح التعبير عليها، أو ربما تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ ربيبتها إسرائيل من أجل أن لا تتورط أكثر ولا تتكبد المزيد من الخسائر التي نراها على الأرض. لهذا السبب حجم الخسائر التي تلقاها الاحتلال حقيقة مرعب، يتكتم على أغلب الأرقام، لكن ما يعلن عنه هو الزهيد واليسير حتى يحافظ على جبهته الداخلية وحتى لا يعني يؤدي إلى انفجار إن صح التعبير في الشارع الاحتلالي ضد الحكومة وسياساته الفاشلة، وخصوصا مع سلسلة الأكاديمية التي أعلنوا عنها، أعلنوا أنهم قد حرروا مجندة، فإذا بها كأنها تخرج من صالون للتجميل حيث الطلاء والأظافر والطعام والوجه الناظر إن صح التعبير، إضافة إلى الأكاذيب التي مارسوها في كل طوال أيام الحرب، والأكاذيب التي أصلاً مارسوها منذ قيام هذا الكيان، فهذا الكيان قام حقيقة على يعني الأكاذيب وعلى
مزاعم لا أصل لها، لا تاريخيا ولا عقديا ولا دينيا ولا حتى بالمنطق. سأعود إليك لكن أنتقل الآن بسؤال الأستاذ وائل. يعني نصر الله بدأ كلمته بالاحتفاء أولا بمن وصفهم شهداء المقاومة في لبنان، كيف ساهم صمت حزب الله عن الانتهاكات الصهيونية بوصول لبنان وغزة لهذه النقطة الحالية؟ تفضل أستاذ وائل. سيدي، أولا أنا هنا لست لا أنطق لا باسم طرف ولا باسم جهة ولا أعبر في ما أقول إلا عن نفسي، وحرصي طبعا على الشعب الفلسطيني وعلى المجاهدين الفلسطينيين الذين يخوضون اليوم أروع الانتصارات وأروع أنواع الصمود في مواجهة العدو الصهيوني. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم نحن بحاجة، المجاهدين الفلسطينيين وأهالي غزة بحاجة كي تتضافر كل جهود الأمة، بل أقول كل جهود أحرار العالم، للوقوف خلفهم بالكلمة بالدعاء بأي شيء يمكن أن يقدم لهم أو يخفف عنهم. ولسنا بحاجة اليوم لفتح أي جبهة أخرى تضر بمصلحتهم وتضر أيضا بصمودهم. فبالتالي أنا أقول الجبهة اللبنانية، أنا لبنان والجبهة، وأنا على فكرة أنا ابن منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، أنا ابن الجنوب، أنا ابن مزارع شبع المحتلة أخي الكريم. أنا أقول اليوم نحن في كل هذه الجبهة التي تجري تشكل عملية إشغال، تشكل عملية إرباك للجيش الإسرائيلي وللاحتلال الإسرائيلي، وتحشر ثلث الجيش الإسرائيلي في هذه الجبهة بغض النظر عن الذي يشغل الجبهة من الطرف الآخر محقا، بغض النظر عن نيته، بغض النظر عن مرماه وعن غايته، لا يعنيني هذا الموضوع الآن. لكنك تدرك مثل كثيرين سيد وائل أن كثير من الناس كانوا ينتظرون موقفا أكبر من الموقف الذي صدره نصر الله في كلمته الأخيرة، أنت تدرك ذلك جيدا ولا تخالف هذا القول؟ لا، أنا قلت لك في المداخلة الأولى، من الناحية العالم الشارع العادي، من الناحية العاطفية الوجدانية التي كان يتفاعل فيها مع حجم المجازر المرتكبة بحق أطفال ونساء قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، كان يظن أن سقف الخطاب الذي سيتكلم به نصر الله اليوم سيكون عاليا، بل الخطوات الميدانية قد تكون كبيرة وواسعة جدا. أنا أقول لك نحن كمراقبين وكمحللين سياسيين لما يجري لم نتفاجأ بحجم هذا الخطاب، كنا ندرك تماما وكنا نقول منذ اليوم الأول أن هذه الجبهة في جنوب لبنان ستكون محكوم إيقاعها بما يجري في غزة، ولذلك لم نتفاجأ بسقف الخطاب الذي قدمه نصر الله اليوم، وكان طبيعيا بالنسبة لنا. أنا أقول من ناحية أخرى سيدي الكريم، الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة لمن يخفف عنه هذا الضغط ويوقف هذه الآلة الحاقدة الصهيونية التي ترتكب هذه المجازر، ويعطيه فرصة حتى يصمد ولو ليوم آخر، فربما بهذا اليوم تتغير المعادلة. وأقول أنا أعتبر أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حققت نصرا، كل المجازر التي ترتكبها الدولة العبرية بحق الفلسطينيين لن يلغي هذا النصر في 7 من تشرين الأول الماضي، لأن هز كيان إسرائيل بل ضرب المشروع الغربي والمشروع الأمريكي في المنطقة، وهذا شيء معروف. وبالتالي نحن بحاجة. وائل في ختام كلمته، حسن نصر الله يعتبر مناوشات حزبه في جنوب لبنان أنها انخراط فعلي في الحرب ضد الكيان الصهيوني، وهو ما يراه كثيرون أنه دون سقف المستوى الذي كان مأمولا ومنتظرا. دعنا نستمع على الجهة الأخرى، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، يعني نأخذ إضافة الدكتور إسلام حلايقة فيما يتعلق بهذا الموضوع خصوصا. دكتور إسلام، أنت رصدت الكثير من الآراء التي تحدثت عن ما يشبه بين قوسين خيبة أمل من خطاب نصر الله الأخير، أنت من فلسطين وما يجري بالضفة وتعلم تفاصيل ما يجري بالضفة، بعد حديث نصر الله أن ما يقوم به يعتبر انخراط فعلي وحقيقي وأساسي بالحرب، وإلى جانب ذلك دعا جهات أخرى مثل الميليشيات في العراق للانخراط أيضا، هذا يكفي تماما ليخفف عن غزة؟ هل هذا ما كان ينتظره أهل غزة ومقاومتها وسياسيوها وجميع من فيها؟ هذا فعلا ما كانوا ينتظرونه؟ تفضل. بالطبع لا، بالحقيقة كان الخطاب مخيب للأمال بكل ما تعني الكلمة من معنى.
وأقولها بصراحة ربما تكون الكلمة قاسية، أنا أتحسر على ساعة من الزمن ضيعتها في الاستماع لهذا الخطاب الذي يشبه العلاقات العامة، بمعنى عندما تتحدث لي عن فضل الشهادة والشهداء عند ربهم، يعني هذا كلام ليس كلام سياسي وإنما كلام واضح ووعظ. عندما تتحدث عن تشيد بإنجازات المقاومة وببطولات المقاومين، هذا الكلام يستطيع أن يقوله طفل حقيقة. أنت في موقع مسؤولية، أنت مسؤول عن زعيم أو أمين عام لأقوى تنظيم سياسي إن صح التعبير في منطقة الشرق الأوسط من الناحية العسكرية. لا يوجد تنظيم سياسي وعسكري أقوى من حزب الله. أنتظر منك كلام تشيد في المقاومة أو تتحدث عن بطولات أو تتحدث بكلام علاقات عامة حقيقة. كان الخطاب يعني مخيبا للأمال. بالنسبة لي شخصيا حقيقة كان هذا ضمن السيناريوهات المرجحة، بمعنى الهالة التي أحيط بها هذا. عندما نظرت إلى يوتيوب عدد المشاهدين لكلمة حسن نصر الله ما يزيد عن 500,000 إنسان على المباشر فقط على اليوتيوب، على الشاشة ربما أضعاف وأضعاف هذا الرقم. تابعت بعض التقارير الاحتلالية عن سيناريوهات ماذا يمكن أن يفعل حسن نصر الله. كان السيناريو الأول أن يكون خطاب علاقات عامة، وهذا شخصيا ما كنت أتوقعه. السيناريو الثاني كان متوقع أن يضع سقفا، إذا تجاوزتموه فإننا ربما سنتدخل. والسقف الثالث الذي وضعه أحد الكتاب الإسرائيليين قال أن خلال خطاب نصر الله ستكون الصواريخ تتهاوى على تل أبيب. بمعنى هذا الخطاب أعطي هالة أكبر منه بكثير. بالنسبة لي شخصيا كنت أتوقع السيناريو الأول، وهو السيناريو الذي حدث بالفعل، مجرد كلام علاقات عامة وطبطبة على الجراح وبيع كلام شخصيا لا يليق بحجم تنظيم أو حزب بحجم حزب الله، الذي يتفوق على حركة حماس ويتفوق على كل التنظيمات العسكرية في المنطقة، ويتفوق على الحوثيين ويتفوق على التنظيمات في ليبيا وفي العراق وغيرها من التنظيمات. هذا حقيقة الكلام معيب، كان مخيب الأمال، كنا نتوقع منه سقف أعلى من ذلك بكثير. لكن لفت انتباهي حقيقة كلمة قالها صلى الله، وهي أن معركة غزة اليوم وطوفان الأقصى هي المعركة الوحيدة التي لا غبار على شرعيتها وعلى صحتها. وحقيقة هو أشبه ما يكون يدين نفسه، بمعنى وكأنه يشير إلى الحرب في سوريا التي تدخل فيها حقيقة. وأن كان هناك اختلافات، ربما خلاف طائفي خلاف عقدي، بعض الناس يجوز لا يجوز، لكن هذه المعركة الحقيقية. طب إذا كنت قد دخلت بكل قوتك في معركة عليها غبار ترددت إلى هذا الحجم إلى هذا المستوى في معركة لا غبار عليها، فأنت عملية تدين نفسك. بمعنى أينما كان. لفت انتباهي نقطة أخرى حقيقة تحدث عنها وكان الإعلام قد يعني ناقشها، وهي السرية. البعض قال أن على لسان حزب الله أو وكان حاله يقول أنتم بدأتوا المعركة ثم تريدون منا أن ندخلها. حقيقة هو أشار بسرية المعركة، وقال أن عامل الحاسم بنجاح هذه المعركة كونها كانت سرية، وحتى ربما الكثير من قيادات حماس نفسها لم تكن تعلم عن هذه العملية وموعدها وساعة السفر. فهذا حقيقة من عوامل النجاح فيها. هذه ربما الكلمة الجملة الوحيدة التي بالنسبة لي أن تقال، أو أننا لسنا مزعجون من تكتم ومن إخفاء المعلومة عنه. وصلت فكرتك كاملة دكتور إسلام، وأظن كذلك وصلت فكرة السيد وائل. دعونا ننتقل الآن إلى محور آخر. لك لا تزال معنا سيد مصطفى كامل، رئيس صحيفة وجهات نظر. يعني ما تسمى المقاومة في العراق تقول إنها ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة من سمتهم الأعداء، وستكون أشد وأوسع انتشارا على قواعده في المنطقة. السؤال هنا، أين عنصر المفاجأة العسكري؟ ما قيمة مثل هذه التصريحات؟ مرة أخرى ودائما نعود إلى الحقيقة التي تقول أن هذه العصابات لا يمكن أن توجه نيرانها بجد وبحقيقة إلى صدور العدو، سواء كان أمريكيا أو صهيونيا. هذه الميليشيات في العراق والميليشيات في لبنان، وأنا ضد عبارة مخيب للآمال التي أطلقها الزميلان من رام الله ومن بيروت. نحن لم تكن لدينا آمال، أو يجب أن لا تكون لدينا آمال على النخب الفكرية والسياسية العربية والإسلامية أن تغادر هذه العبارة، أن تلغي من قاموسها عبارة مخيب للآمال، وهي تتحدث عن الميليشيات العراقية أو اليمنية، يعني أقصد في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا. هذه ميليشيات
لا يمكن أن تقوم بعمل حقيقي ضد المقاوم ضد العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني. نحن رأينا في العراق، والسؤال حضرتك عن العراق، رأينا كيف أن هذه الميليشيات قامت ببيع السلاح الذي استولت عليه من مخازن الذخيرة ومخازن عتاد الجيش العراقي، باعته للقوات المحتلة الأمريكية بالدولار الأمريكي، وتقاضت عليه أثمان كبيرة في ذلك الوقت، لأنها يعني في الحقيقة لا تقاوم. هي حتى العمل البسيط الذي قامت به ضد القوات الاحتلال الأمريكية في العراق كان لأغراض الابتزاز والمماحكة والحصول على مكاسب سياسية وتتعلق بقضايا ليس الآن مجال بحثها ولكن هذا أو الحديث عنها، ولكن هذا هو عنوانها الأكبر، الابتزاز والمماحكة والحصول على مكاسب سياسية. الآن هم ملتزمون بتوجيهات إيرانية أو بأوامر إيرانية مطلقة. يوم أمس هناك حدث لافت للنظر يجب أن ينظر إليه باهتمام وبعناية. يوم أمس التقى رئيس أركان الحشد الشعبي الإرهابي أبو فدك، وهو موصوف بالإرهاب عالميا، التقى بعناصر أو بزعماء الميليشيات التابعة لهيئة الحشد الشعبي كما تسمى في العراق. خرج من هذا أو عن هذا الاجتماع تسجيل رسمي من إعلام الحشد الشعبي. هذا التسجيل كله تقريبا هو نحو 3 دقائق، كله تقريبا صامت باستثناء بعض الكلمات. هذه الكلمات إظهارها بصوته لها معنى ولها أهمية في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة. الكلمة الأولى قال نحن ملتزمون بسيادة العراق وما يستوجب أن يكون من مقتضيات السيادة العراقية، وهذه لها معنى مهم في هذه المرحلة. الكلمة الثانية قال إننا ملتزمون بفتوى المرجعية الشيعية في النجف والمرجعية وننتظر فتوى منها، وكما نعلم نحن الآن في اليوم 27 للعدوان ولا توجد فتوى ضد الاحتلال ضد العدو الصهيوني. النقطة الثالثة قال نحن ملتزمون بخطاب أو بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني، والموقف الرسمي يعني يقصد الموقف الرسمي للسلطة في العراق. الموقف الرسمي للسلطة في العراق هو التنديد والاستنكار والشجب، ويعني هذا حدودها القصوى. لذلك هذه التسريبات التي أخرجت بعناية هي تمثل رسائل واضحة ومباشرة من الحشد الشعبي للأمريكان الذين هم أحد يعني هناك ضامنين للمشروع السياسي في العراق مع إيران والولايات المتحدة. هذه رسالة واضحة للضامن الأساسي الأمريكي بأننا ملتزمون بالحدود المتفق عليها مع المرجعية الشيعية التي لن تصدر فتوى بالجهاد في فلسطين، ومع القائد العام الذي هو رئيس الوزراء حسب الاتفاقات الرسمية المبرمة بين الولايات المتحدة والسلطة في العراق. أرجو أن تبقى معي أستاذ مصطفى، سأعود إليك بسؤال أخير، أنتقل إليك بسؤال سؤالي من جديد أستاذ وائل نجم، كما أرجو أن نتجاوز الحديث السابق وصولا إلى المحور الجديد، ولك حق أن تقدم رؤيتك الشخصية تماما كما تحب دون أي اجتزاء أو مقاطعة أكيد. يعني مع حديث عن المسؤوليات سيد وائل، باعتقادكم يعني إلى أي مدى تتحمل إيران وميليشياتها هذا الضعف العربي في المنطقة وتحويل أولويات العداء إلى إيران بدلا من عداء الاحتلال الصهيوني؟ يا سيدي الكريم، أنا أريد أن أقول مسألة قبل أن نجيب على هذا السؤال. ما يعنينا في فلسطين اليوم هو أن المقاومة الفلسطينية أنجزت هذا الانتصار في 7 من تشرين الأول، وأنجزته لصالح الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، ونريد أن نحافظ عليه بشتى الوسائل بشتى الطرق وبشتى الأمور المتاحة. فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به، وأنا سمعت نصف الأخير من السؤال، لا أدري، لم أسمع جيدا القسم الأول، لكن إيران دولة موجودة في المنطقة ولها
لها مشروعها ولها رؤيتها ولها طموحها. ربما عندما تشعر أي دولة بفائض قوة تبدأ تبحث عن مناطق نفوذ، وهي تعمل بهذا الاتجاه. لكن هل يكون البحث عن نفوذ سيد وائل بالتعدي على سيادة دول أخرى والتوسع على حساب دول وعواصم عربية كبرى في المنطقة، هل هذا يدخل في باب الحق مثلا حينما نتحدث عن مطامح دولة تجاه دولة أخرى؟ أكيد هذا لا يصح كما يرى كثيرون. أنا لا أشرع ذلك ولا أدعو إليه ولا أجيزه طبعا، نعم، ولكن أنا أوصف الواقع الموجود. نعم، في الموضوع الفلسطيني تحديدا والأنظمة والحكومات العربية للأسف الشديد في مكان ما تركت فراغا، دعني أقول، وهذا الطبيعة بالطبيعة لا تقبل لا تحتمل الفراغ. لذلك جاءت إيران وملأت هذا الفراغ ووظفت ربما هذا الفراغ لصالح رؤيتها ولصالح مشروعها في المنطقة. فبالتالي لماذا نلوم؟ أنا لا أشرع كما قلت ولا أجيز هذا الموضوع، لكن لماذا أضع اللوم على هذا الطرف أو ذاك عندما يكون له هذا الطموح وهذه الرؤية والمشروع، في مقابل العرب للأسف الشديد هم تركوا دورهم وتركوا رؤيتهم. اليوم مثلا القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، غزة تقع على حدود مصر، أين مصر اليوم مما يجري في قطاع غزة؟ مع أن الأمريكي والإسرائيلي سيد وائل، موضوع مصر موضوع مختلف، أنا أتحدث عن فكرة إيران. لو سمحت فقط أرجو أن تجيبني على هذه النقطة، حينما نتحدث عن وجود الكثير من العرب سواء في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق، ونتحدث عن فكرة الكراهية التي غذتها لديهم إيران حينما تتدخل في دولهم، حينما تتدخل في مصيرهم، وبالتالي وجهت طاقة الغضب التي لديهم وطاقة الكراهية من الاحتلال الإسرائيلي إلى غضب ضد إيران في هذه الأيام، ألا ترى أن هذا من حق كل من يرى أن إيران اعتدت على حقه وعلى بيته وعلى عاصمته وعلى شعبه؟ قد يكون ذلك، وأنا أقول لك أزيدك من الشعر بيتا إذا شئت، كما قال الشاعر: على نفسها في يوم من الأيام سنقول، على نفسها جنت براقش. يعني أنا أقول لك لا أجيز هذا الموضوع ولا أعتبره، ولا أجيز لا لإيران ولا لغيرها أن تتمدد على حساب الشعوب الأخرى وعلى حساب الدول المنطقة الأخرى، بالعكس تماما. لكن الآن نحن أمام مجزرة صهيونية تجري وترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب بحاجة إلى كل من يقف إلى جانبه ويسنده ويخفف عنه بغض النظر عن من يكون هذا الطرف. ولذلك التركيز ينبغي أن يكون في هذا الجانب في هذه المرحلة وفي المراحل اللاحقة لكل حادث حديث. سيد وائل، يعني الآن يظهر أمامك على شاشة الرافدين هذا العاجل، وهو قتلى وجرحى في قصف للاحتلال استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وهناك كثيرون يرون أن غطرسة الاحتلال وتماديه إنما جاءت بعد الكلمة التي قدمها نصر الله وكانت دون المستوى، وبالتالي جاء الاحتلال على قصف من هم آمنون في مستشفى دون أن يلقي أي اهتمام للمعايير الدولية أو القوانين الإنسانية كما يقال. على أي حال، وحتى أختم معك سيد وائل نجم، كثير من الفلسطينيين الذين هم تحت النار الآن يرون أن كلمة نصر الله لم تكن إلا اجترارا لأخبار حدثت وجاء ليسردها عليهم بعد شهر من انتهائها، ويرون أن كلمته كانت أكثر من مخيبة للأمال. كيف تعلق على ذلك قبل أن أنتقل إلى السيد ضيفي من رام الله السيد إسلام حلايقة؟ باختصار سيد وائل تفضل. لو أنا قلت لك منذ بداية الحلقة ولكل إنسان رأيه ويستطيع أن يقيم كيف ما شاء، أنا بالنسبة لي لم أكن أتوقع أكثر من ذلك مما قاله اليوم، بغض النظر عن الذي قاله مقبولا أو غير مقبول. أنا بصفتي كمتابع ومحلل للأحداث التي تجري لم أكن أتوقع أكثر من ولا أعلق آمان، حتى أنا لم أذكر، يعني الزميل الكريم ذكر أن أنا قلت مخيب للأمال، لم أستخدم هذه الكلمة لأني أساسا لم أعلق أمانا على هذا الموضوع. حتى أن السيد مصطفى كامل يرى أن فكرة مخيب للأمال هي فكرة لا يصح تبنيها، هذا ما قاله السيد مصطفى. نعم، تفضل لك أن تختم بعجالة سيد وائل.
على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وائل نجم المحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك. بعجالة سيد إسلام حلايقة ضيفي من الضفة الغربية، الاحتلال يقصف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة في سابقة لم تحصل من قبل، باعتقادكم وأنتم قبل قليل قلتم ربما تنحصر المعركة شيئا فشيئا، لكن ألا ترى أن الاحتلال بعد خطاب نصر الله الأخير سيوسع من رقعته باستهداف المدنيين طالما أن المجتمع الدولي لا يزال يمارس دوره بالصمت وكذلك حصل على الضوء الأخضر من واشنطن؟ تفضل دكتور إسلام. يعني أول شيء عبارة الغير مسبوقة لا أوافق عليه، لأن سبقها الكثير من المجازر المشابهة والكثير من المستشفيات، لكن إذا كنت تقصد تحديدا موضوع مستشفى الشفاء فربما هذه بالفعل سابقة. في ظل عدو متعطش للدم حقيقة تلقى ضربة قاسية، فهو يحاول أن يفرغ كل حقده وكل غضبه وكل يعني جبروته إن صح التعبير على المدنيين وعلى المستشفيات وعلى المؤسسات المدنية كما رأينا، وفي ظل صمت دولي وفي ظل حكم لان عربي وفي ظل مثل هذه الخطابات الهشة العاطفية، برأيي حقيقة لن يوقف هذه المجازر لغاية ما يردع ردعا حقيقيا. وأنا مؤمن بصيغة ما ذكرت أن في اللحظات وفي الساعات الأخيرة التي تسبق عجلة، بمعنى متى سيوقف الاحتلال هذه الحرب؟ عندما يتيقن يقينا أنه لن يستطيع تحقيق أكثر مما حقق، بمعنى قتل المدنيين على الجرار، ربما يقتل في اليوم 500 أو 1000، ولكن في النهاية بعد أن يتيقن أنه لن يتقدم سنتي واحد، لن يحقق أي نجاح، لن يفرج عن أي ضغط، لن يستطيع أن يستمر، لأنه هو أيضا يألم كما نألم، بل أشد ألما، لأن سأعود إليك بسؤال أخير دكتور إسلام، أرجو أن تبقى معي. سأعود إليك بسؤال أخير ريثما أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سيد مصطفى كامل، وبعجالة لو سمحت لأن الوقت يكاد يداهمنا، يعني إلى أي مدى وجدت حكومة السودان فرصة لتثبيت نفسها في ظل الحرب على غزة؟ إذا ما صح اليوم من كشف تعهدات قدمها بعدم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية مقابل إثارة الشارع، مقابل عدم إثارة الشارع ضده. هل يمكن إعادة السؤال لما أسمع بدايته لو سمحت؟ مرة ثانية، إلى أي مدى ترى أن حكومة محمد الشيعي السوداني استغلت أحداث غزة لتقدم يعني طمأنة للجانب الأمريكي بأن الداخل العراقي أو الميليشيات في العراق إن صح التعبير لن تأتي على أي من المصالح الأمريكية في العراق باختصار لو سمحت؟ أتفق تماما مع هذا الرأي، وأنا قلت أنهم اتفقوا اتفاقات، الأمريكان اتفقوا اتفاقات مباشرة مع السلطة في العراق ومع المرجعية أيضا الشيعية في النجف لضمان عدم إصدار فتوى بهذا الاتجاه، وبالنسبة للسلطة العميلة في العراق هي متفقة تماما مع الولايات المتحدة ومع حضرتك. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. باختصار دكتور إسلام حلايقة ضيفي من الضفة الغربية، يعني بايدن وكبار مستشاري حذروا الاحتلال الصهيوني من صعوبة تحقيق أهدافه العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي، إلى أي مدى تسبب فشل الاحتلال بمحاصرة واشنطن دوليا؟ تفضل دكتور إسلام. الحقيقة برأي وجهة نظري أن ما يجري هو بضوء أخضر كامل، صحيح أن الاحتلال لديه صلف ولديه أحيانا عناد، لكنه لا يستطيع أن يستغني عن الحبل الأمريكي الذي يمده بالسلاح والدعم الدبلوماسي والعسكري والسياسي ويتبناه تبنيا كاملا. أعتقد أن الاحتلال سيخيب آمال واشنطن، لن يخرج بأي نتيجة مرضية حقيقة، وسيقبل بالهزيمة رغما عن أنفه. هو كان حقيقة طوال هذا الشهر يحاول أن يحقق هدفا لامعا إن صح التعبير كاغتيال قيادي بارز بحجم السنوار على السيد كتال، أو مثلا الحصول على السيد ثمين إن صح التعبير، فشل في كل محاولاته، وأعتقد أنه خيب آمال واشنطن وخيب كل آمال داعمه حتى من العرب، مع شديد الأسف كما تحدث بعض متحدثي المقاومة أو متحدثي من غزة أن هناك بعض الأطراف العربية ليست فقط محايدة وليست فقط متواطئة بل ومنخرطة مع كل الأسف في هذه المعركة. لهذا السبب أعتقد أنه خيب آمالهم وسيخيب آمالهم ولن يجر إلا أديان الهزيمة. هذا ليس كلام عاطفي حقيقة، ولكن نراه على الأرض عندما تتحدث عن 24 ساعة لا يتقدم فيها سوى 50 متر أو 100 متر، هل هذا حقيقة إنجاز عسكري؟ لما تتحدث عن شهر كامل من الطحن العنيف
بكل انواع السلاح الامريكي، ولم يستطع ان يفرج عن جزء عن لباس وليس فقط عن جزء، فهذا برايي هذا هو الفشل بعينه. شكرا. وعواقبه سيئه على الولايات المتحده وعلى حلفائه وعلى الاحتلال نفسه. شكرا جزيلا لك دكتور اسلام حلايقه الاكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، كنت معنا من الضفه الغربيه المحتله. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل واياكم الى ختام هذه التغطيه. ظلي بخير يا غزه، انت وكل اهلك الذين يستحقون واقعا افضل وانسانيه حقيقيه لا مزيفه تشعر بمعاناتهم. الى اللقاء.